مساء الخير أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في عين الحدث. الليلة نتحدث عن مجلس النواب، ومجلس النواب على المحك كما يقول الكاتب أن هناك حان الوقت الآن لدراسة حول ما قدمه مجلس النواب في الدورة العادية الأولى وفي الدورة الاستثنائية. الآن نذهب إلى الدورة العادية الثانية. مجلس النواب أنجز حوالي 20 مشروع بالدورة العادية و13 مشروع بالدورة الاستثنائية. الآن هناك مطروح بعض القوانين الهامة جدا على الدورة العادية الثانية، منها قانون الموازنة العامة، ومنها قانون ضريبة الدخل، ومنها أيضا قانون الجرائم الإلكترونية، إذن وقوانين أخرى قد نتطرق إليها. ولكن قبل أن نبدأ بهذا النقاش وحول ما قدمه مجلس النواب، اسمحوا لي أن أقدم سعادة الدكتور النائب إبراهيم دور. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. أنت رئيس كتلة وطن في مجلس النواب. واسمحوا لي أن أقدم أيضا سعادة النائب أحمد جالودي السابق، ونحن زملاء أصبحنا. حياك الله. رئيس المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني. صحيح. أهلا وسهلا بكم الليلة وبصحبة زملاء سابقين وحاليين، ونعطي فليفر للمشاهد، نقدم له خبرات سابقة وخبرات حالية. إذن أنا بعرف دكتور أنكم أنتم اجتمعتوا مع رئيس الوزراء قبل فترة. صحيح. ككتل، شو رأيك نبدأ بالحوار أنه نستمع إلى بعض ما دار من الحديث بينكم وبين رئيس الوزراء؟ بصراحة كان في نقاش قبل حوالي أسبوعين، كان في لقاءات متعددة بين رئيس الوزراء وبين الكتل النيابية. كان في عدة كتل نيابية، أعتقد غدا يمكن آخر كتلة أو بل في عبارة كتلة نهائية، هاي اللقاء يمكن الخامس راح يكون غدا. أول كتلة كان في عنا إحنا الكتلة عبارة عن وطن، كان عبارة عن لقاء معه، كان لقاء بصراحة يمكن من أحسن قبل حوالي أسبوعين. بالضبط كان يوم ثلاثاء. بصراحة كان اللقاء يعني واضح جدا، يعني يمكن من أحسن لقاءات. إحنا عبارة عن جلسنا مع رئيس الوزراء عدة لقاءات، ولكن كان هذا اللقاء بصراحة يعني بدي أسميه شفاف عالي. يعني كان في حكي كامل، كان في حتى بدي أسميها مشاورات بالأفكار اللي بده يصير عليها عبارة عن تقديم. يعني إحنا الآن مقبلين زي ما حكيت أنت ما قبل شوي، شفاف من قبلكم ولا من قبل الرئيس؟ من قبل هو بالعكس، حتى النواب بصراحة. يمكن إحنا أول كتلة كان في لقاء، إذا أنك فاكر كان في حكي على ضريبة الدخل إنه على 6000 وعلى 9000 وعلى 8000، وبتعرف الشركة. طب كان لقاء شفاف كم استغرق هذا اللقاء؟ حوالي 3 ساعات ونص. 3 ساعات ونص. والله من 12:30 ل3:30. طيب ممتاز. 12 تقدر تعيد 12:15 ل3:30. كم عددكم كان؟ احنا كنا 17 نائب من اصل 20. يعني كنا موجودين. في اثنين كانوا عندهم عباره عن زيارات مع وزراء، ورئيس المجلس طبعا ما كان موجود. فاحنا كان بالنسبه للنقاش الموضوع العام اللي هو كنا احنا بصراحه اول كتله حابين نعرف ايش التوجه العام، لانه ذلك فاكر كان في حكي عضلي في الدخل وارقام راح تختلف. 6000 8000. فاحنا بصراحه كنا هدف اللقاء الاساسي نشوف ايش الافكار اللي بدها تتقدم. وبصراحه يعني في اشاعات كثير، يعني انا حتى عباره عن قواعدي والناس. طب ما هي الملفات اللي كانت بحوزتكم يعني عندما ذهبتم الى رئيس الوزراء؟ هو اجانا سيدي، هو اجى مجلس النواب، وهو يعني هو طلب مقابلتكم. طلب كان عندكم مجموعه ملفات. مزبوط. احنا بصراحه الهدف الاساسي كنا حابين نسمع منه ايش الملفات اللي بده يحكي فيها، ايش الاشياء راح تتقدم على راس ضريبه الدخل. اول موضوع بصراحه هو دخل في موضوع عباره عن ضريبه الدخل. كان الرساله الاساسيه لا تغيير على ضريبه الدخل على مستوى الافراد. نقطة. أفراد طبعا في عنا غير أفراد، يعني لن نتوقع تغيير على ضريبة الدخل على مستوى الأفراد. على قصدك الشرائح اللي هي مشمولة لغاية اليوم؟ نعم، لهم 12000 لكل شخص. راح تزيد شريحة جديدة؟ لا ما راح يكون في شريحة جديدة، والأرقام ما راح تنزل لتحت. هاي من ناحية بالنسبة للأفراد. هاي عبارة عن نقطة أولى. كان أعتقد في مشروع قرار راح يأتي اللي هو عبارة عن ضريبة الدخل. مشروع على رأسه كان بصراحة أهم شيء اللي هم عندهم مشكلة التهرب الضريبي. التهرب الضريبي اللي هو المشكلة الرئيسية موجودة بالبلد. الأرقام ما فيش أرقام حقيقية بنقدر نحكي، ولكن أرقام موجودة من حوالي من 800 مليون لواحد مليار. مع أنه تقرير ديوان المحاسبة كان يشير أنه هناك أرقام مذهلة جدا. نعم، التهرب يعني ضريبي. ما حد عارف الرقم بينه وبينك، لأنه التهرب عالي. إذا أنا ما بعرف قديش التهرب، بس أعتقد 80% يمكن المفروض يدفعوا عبارة عن ضريبة في عندهم تهرب. فأنت بتحكي من 800 مليون لواحد مليار، يعني رقم هائل جدا بصراحة. حتى الديوان المحاسبة، تقرير ديوان المحاسبة بيحكي عن 1.2، يعني 200 مليون من حكاش فيه. يا سيدي خلينا مليار، خلي يعني الرقم في النص على اساس بالنسبه للمليار. فلذلك كان القانون راح يجي اهم شيء بصراحه تغليظ العقوبات. يعني يمكن بالقانون الجديد راح يجي ممكن توصل الامور لحبس وغير مستبدله بغرامه ماليه.
يعني إذا واحد مسكوه متهرب ضريبيا من ضريبة الدخل سوف يحاكم وسوف يحبس، يعني هذا إشي جديد راح يكون، لأنه بصراحة التهرب الضريبي في الوقت الراهن في الأمور اللي إحنا منعانيها بصراحة أعتقد أنه ممكن ومجلس النواب راح يتبنى هذا الموقف. هاي لحد هسه كلها أفكار. لا يوجد قانون ثابت لغاية هذه اللحظة، كلها مشاورات، كلها يعني حكي عام بشكل عام، ايش الافكار اللي عندنا احنا، ايش ممكن احنا نضيف ونقدم. احنا رح نسمع الحوار اللي دار بيناكم، بس كنت حابب بعدين نحكي عن انتم شو رايكم بالمواضيع، شو رايكم بالقوانين. بس نتابع مع بعض ضريبه الدخل، التهرب الضريبي وعقوبات صارمه لمن يتهرب. في موضوع كمان اخر اللي هو بصراحه الوافدين، يعني هذا اللي يمكن المواضيعين الاساسيات اللي هي المشكله الاقتصاديه بالبلد اللي هم على راسهم اللي حكيت لك عنهم، التهرب الضريبي، يعني هذا كان النقاش الاساسي، والوافدين. يعني قعدتوا 3 ساعات ونص تحكوا بهاي الاربع نقاط. لا في عده نقاط كثيره، بس هاي النقاط بصراحه كان عليها عباره عن فوكس. وفي الخبز وما خبز، وفي اشياء طبعا رفع الدعم عن الخبز ممكن صار في نقاش على هذا على طيب. كل النقاشات. صديقي استاذ احمد، سعادتك الآن أنت تراقب مجلس النواب وكلنا نراقب مجلس النواب، أداء مجلس النواب. هناك تحسن ملحوظ بأداء مجلس النواب، الكل يشهد أنه بدأ مجلس النواب يأخذ موقع مختلف الآن بطبيعة عمله كمجلس رقابي وتشريعي. هل تعتقد أنه المرحلة القادمة ستشكل فارقا بأداء مجلس النواب الأردني بصفتك مراقب الآن وبصفتك أنت حزبي؟ يعني نبدأ من هاي النقطة ثم يعني ننتقل إلى النقاط اللي فيها تفاصيل. أول شيء الله يمسيك بالخير أنت والدكتور إبراهيم والمشاهدين الكرام. ثاني شيء يعني مجلس النواب شئنا أم أبينا هو المؤسسة الشرعية والتشريعية التي تمثل المواطن، وهذه المؤسسة يجب المحافظة على قدسيتها، يجب المحافظة على شرعيتها، ويجب أن يعني إحنا كمواطنين وأنا كنائب سابق يعني يجب إنه نراقبهم، ويجب انه ننصحهم اذا عندنا نصيحه، ويجب انه اذا خلينا نقول وجدنا خلل نحكي لهم في خلل. وبالتالي مراقبه اداء مجلس النواب هي واجب على كل مواطن، لانه هذا ممثل الشعب. اللي انت بتقول لي احنا بنراقبين، انا بجوز اخالفك الراي. للامانه جولاتي انا بين الناس وجلسه نبض الناس، يعني كثير من الناس لا تراقب اداء مجلس النواب، وهذا الحكي مش جديد. يعني قصدك ان تخلوا عن العمل، لا يراقب، لا يعني هذه مشكله، تخلوا من باب انه يعني فقدوا الامل، فقدوا الامل مثلا، في احباط لا شك انه في احباط. يعني في احباط مستمر من اداء مجلس النواب، يعني عبر الدورات المختلفه وتغول الحكومه على اداء مجلس النواب، وبالتالي صار انطباع عند المواطن انه شو ما عملوا النواب وشو ما حكوا وشو ما قدموا اللي بدها الحكومه تسوي. هذا الشعور، انا اقول هنالك شعور ولا اقول هذا ما يتم، يعني لانه يعني المواطن يراقب ومن حقه نراقب. الآن قديش بنقدر نحكم على أداء مجلس النواب أحسن ولا لا؟ إحنا نكتفي بشهادة جلالة الملك الله طول عمره اللي شهد لمجلس النواب بالأداء الجيد، ويعني برضو المجلس 17 عشان أنا ما أظلم حقنا وحق إخواننا زملائنا، برضو جلالة الملك الله طول في عمره برضو شهد لأداء مجلس النواب في المجلس 17، وليس أدل على ذلك من مجموعة القوانين التي تم إقرارها في هذين المجلسين، والضرورية لتنظيم حياة المواطنين، وفيها نوعية. يعني إذا أخذنا المجلس دورة مثلا دورة استثنائية، دورة استثنائية يعني تم إقرار مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالقضاء، ونحن فعليا بحاجة لها، لأنه صار في الفترة الأخيرة ملاحظات كثيرة على القضاء، على الأداء وعلى الترهل وعلى الأخطاء اللي بتتم، وفي ناس يعني، فإحنا عشان ما نخش بالتفاصيل، وبالتالي كان هنالك ضرورة لتبني هذه القوانين. وبالمناسبة يعني أنا في لقاء سابق مع معالي وزير العدل السابق، يعني هذه عبارة عن استراتيجية تشكر عليها الحكومة، لأن القوانين اللي تقدمت بالدورة الحالية ما انشغلت امبارح، يعني هي نتاج عمل مستمر من الحكومة. في تراكمات طبعاً. الآن إحنا إيش يعني خلينا نحكي نظرتنا لمجلس النواب. لا شك إنه المواطن يشعر إنه هذا النائب هو الذي يمثله وهو الذي يعني يجب أن يتحدث. أنا حاب أسمع نظرتك لمجلس النواب بصفتك حزبي ونائب سابق وبتجرد، يعني خلينا، لأنه اليوم إحنا نتحدث إنه نضع مجلس النواب على المحك، نعم، ونتحدث عن إنجازاته ونتحدث عن نظرة مستقبلية، ماذا نتوقع من مجلس النواب؟ يا سيدي إحنا في ضوء الحكي اللي قاعد بصير في البلد الفترة الأخيرة ومجموعة القوانين، أنا بحكي الحساسة والصعبة التي تحاكي كل مواطن، من ضريبة الدخل لقانون الجرائم الإلكترونية، لا حتى موضوع تحويل الدعم عن الخبز او رفع الدعم،
وما إلى ذلك من والموازنة هيها على الطريق كمان. بالتالي المواطن يعني ينظر بأمل وتفاؤل إلى مجلس النواب إنه يكون حريص على عدم تمرير قوانين تمس قوته، تمس حياته اليومية، تمس مستوى المعيشي، وخصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن. وأنا قلتها في لقاء سابق وأقولها دائما، أنا متفائل دائما بنوابنا وأعياننا، هذا مجلس الأمة الذي يمثلنا والذي نثق فيه ونثق في أدائه، ونتوقع أنه دائما هو المجس تبع المواطن. يعني إذا الحكومة في عليها ضغوطات، في عليها قوانين، في عندها أمور معينة والتزامات خارجية، مجلس النواب يجب أن يكون هو الميزان، ويجب أن يكون هو الترموميتر الذي ينقل. وغالبا يعني بالظروف الطبيعية الآن مجلس النواب 18 والاستثنائية، حتى يعني حتى بالظروف الاستثنائية لابد أن يكون هناك مجلس نواب قادر. يعني إحنا دائما هذا أخي الكريم، لو في حياة حزبية زي ما أنت حكيت وعرشت على الأحزاب، إحنا لو عندنا حياة حزبية حقيقية وعندنا أحزاب قوية وهي التي تقوم بإدارة الحكم وهي التي تشكل منها مجلس الحكومة، الأمور مختلفة. كان اللي بنجح في الانتخابات بحكم، واللي ما بنجح بصير في الجانب المعارض يراقب ويقيم وينتقد ويطالب بالإصلاحات، وهذا الأمر الطبيعي. الآن بما أنه ما في عندنا هذا الوضع، إذن صفت المهمة، مهمة مجلس النواب رقم واحد، ومهمة المواطنين والإعلام والصحافة رقم اثنين. ممتاز، هذه مهمتنا، وإحنا الآن نبدأ في العمل سويا على صحيح. هذا الموضوع صحيح. نعود إلى مجلس النواب، أخونا صديقنا سعادة أحمد بيك تفضل بأنه قدم صحيح. قال أنه هناك فعلا مجموعة إنجازات بما يخص مجلس النواب. طيب السؤال، يعني أنا بعرفك شخصيا وبعرف أنه أدائك ممتاز وأنت يعني تقوم بواجبك كما يجب، وهناك عشرات مثلك بمجلس النواب وأنا بعرفهم شخصيا. طيب من وين هذا الصيت السيء بصراحة نحكي؟ من أين هذا الصيت السيء على مجلس النواب بشكل عام ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام، يعني من يروج لهذا الصيت السيء؟ يعني أنا بعرف أنه في شباب عم تشتغل مجلس النواب للأمان بصدق صحيح، وهناك مجموعة من أروع ما يمكن. طب لماذا يعني نصر دائما أنه مجلس النواب سيء ولا يعمل ولا يقدم ولا يقوم بواجباته؟ هي أعتقد الأمور عبارة عن تراكمية وليست مبنية على مجلس واحد بشكل عام. يعني إحنا بنحكي عن 30 سنة بالحياة البرلمانية، صار فيها شوية يمكن يعني بدي أقول هفوات، صار فيها عبارة عن ضغط بتيارات معينة، يمكن الناس كانوا متوقعين أداء غير مختلف، ممكن هذا يمكن عبارة عن دور. وفي الأدوار الأخرى بصراحة، يعني قصدك الناس تعودت على مجلس نواب سيء؟ لا مش سيء، أو يعني تعودت تكون في انتقاد. بالإضافة بصراحة إحنا منعاني في مشكلة في الأردن بشكل عام، اللي هي أزمة ثقة، أزمة ثقة بين الناس وبين الحكومة وبين الناس وبين مجلس النواب. يعني الناس ايش اللي بيحسوا بعض مرات؟ انه الحكومه تتغول عليهم، بيحسوا انه حتى الحكومه تتغول بعض بس ما بيشعروش انه في ناس واقف معاهم حقيقه. بشيء انا هذا اللي بحكي لك اياه، المشكله هون انه الناس في ازمه ثقه بشكل عام. تعرف احنا مشكلتنا، انا باعتقادي للجميع، باحترامي للجميع، الفكره صح انه في عندنا مشكله اقتصاديه بالبلد والكل بيعاني منها، والكل بيقول لك في عندنا مشكله طاحنه اقتصاديه على عيني وراسي، ولكن هي مشكله عباره عن ثقه. اعتقد لو كان في ثقة 100% موجودة بالحكومات، خلاص بعدين بحكي مجلس النواب، أعتقد ممكن الناس يتعاونوا بشكل أكبر من هيك. يعني الناس لو تقول الخبز ب 17 قرش سوي 30 قرش وحس في ثقة، وحس الفلوس اللي بدها تيجي هاي تتجمع بتحمل شوية اتجاه معين، أنا متأكد راح يتحمل والكل راح يتحمل. بس الفكرة هم عذرا الكلمة في عندهم عبارة عن تبعات وفي عندهم أشياء سابقة. أكبر مثال بس موضوع الثقة مرتبط بالنسبة للدعم، خلينا نرجع لك أكثر مثال على الدعم، بس قبل البترول لما مشتقات المشتقات النفطية أعطوهم 6 أشهر 8 أشهر بعدين قالوا ما في، فهم الناس وبعدين كل مرة بتيجي حكومة بتقول لك والله إحنا هاي آخر سنة أمورنا ممتازة، المرة القادمة راح تكون أفضل، السنة القادمة راح تكون أفضل. فلذلك هم إذا بدك صحنا ما بلوم الشارع، يعني الشارع عليه ضغوطات كمان، والناس بصراحة مضغوطين فقوتهم كمان. يعني أنت في النهاية هو بده طعم أولاده، بده يأكله، بده يشرب، بده حياة كريمة قبل ما فيها. فأنت إذا بدك ترفع عليه الأسعار في شيء معين، هاي الجانب. الجانب الآخر أحكي لك هذا بالنسبة للجانب الشعبي. الجانب الحكومي شو بقول لك؟ بقول لك أنا علي ضغوطات، الحدود مسكرة، الأمور حواليه مخربطه، الوضع الاقتصادي مش علي لحالي، طلع علي برا، طلع على مصر، طلع على حتى السعوديه وضع الامارات اللي هم وضع مادي ممتاز. بدي اقول بس هناك من يقول انه هذه شماعه الحكومه بتعلق عليها كل شيء. انا بحكي يعني الوضع الامني دائما شماعه الشعبيه. انا بقول لك بعد وجهه نظر الواقع انا بحل بقول لك وجهه نظر الشعبيه اللي هو الشيء الموجود، وانا بحكي لك وجهه نظر الحكوميه. هسه الثنتين انت في النهايه كمجلس نواب بدك تكون دكتور ابراهيم بهذا الموضوع في المنتصف.
أنا في المنتصف في النهاية عذرا لك كلمة. أنا بدي أسمي حالي رجل دولة في النهاية. أنا في النهاية بدي أخدم الدولة الأردنية. أنا لا أنا رجل حكومي، أنا بالعكس أنا نائب، ولكن أنا بعتبر حالي بخدم الدولة الأردنية لحتى لما صرت نائب، لأني في النهاية أنا بدي الدولة تستمر باحترامنا كلنا، باحترام أيوة على الوطن الدولة الدولة بشكل عام بأركانها من سبل مختلفة. إحنا في النهاية بدنا ندعم الدولة بأساليب مختلفة. النقطة الشعبية أنا معك في النقطة الشعبية، في ضغط شعبي، هذا لا يعني هذا لا يقلل من أهميتك نائب كنائب رقابي و... نعم صح؟ أنا حكيت لك الجانب هذا. هسه الجانب الآخر أنت كنائب في لك طبعا، بس مش بالضرورة تكون واقف من المنتصف إذا بدك تكون بعملك الرقابي. أنا الرقابي بدك تميل شوي على اليمين، أنا الرقابي على الحكومي أو شوي على اليسار. أنا دكتور يعني أضيف على كلام الدكتور إبراهيم، يعني في شغلتين لهم علاقة هاي، لأنه أنا عشت التجربة. يعني أول إشي اللي بخوضوا الانتخابات يعني خلينا نقول بحدود 1500 2001 المره صحيح. هذه بجوز كانوا اكثر 5000 تقريبا. نعم الان نجحوا 120 واحد شيخ طيب، وكل 10 اللي رسبوا كلهم نقموا على نجحوا ونقموا على مجلس النواب، هذا رقم واحد. وبصيروا يروجوا ويحكوا وكذا انه شوفوا في يعني قصدك هناك ابواق بدات تعمل من اول يوم، من اول يوم قبل ما يشتغل النواب، قبل ما ينعقد المجلس، وهذا الحكي عشناه وسمعناه بدنينا. ثاني شيء شعبنا، فهذه واحدة لما تحسب واحدة مما يسيء لمجلس النواب، بس هي تحسب لمجلس النواب على أنهم من ظلموا يا حرام. بحكيش من ظلموا، أنا بحكي لك شو اللي قاعد يصير. هم من ظلموا من ظلموا. الآن حكينا عن سمعة مجلس النواب، لماذا الشعب خلينا نحكي مش مبسوط من أداء النواب. طيب الشغل الثاني طيب تحليل جيد، شعبنا تحليل جيد. شعبنا طموحه عالي. طب ما هي النقطة ولا الثانية. يرضي الشيء العادي أو التقليدي، بده شيء مميز. في ظل الظروف اللي بتمر فيها بلدنا على القليل آخر 10 سنين، بلاش نكثر يعني. ما في يعني خلينا نقول شيء بيبعث عن امل، يعني كل الامور بتزيد سوء، المديونيه بتزيد، الوضع الاقتصادي بيزيد، المواطن شو ما يقدم مجلس النواب يعني شو ما يقدم ما حيرضى طموحه. الشغله الثالثه تجربه الناس مع بعض النواب، وانا اقول كلهم، انت حكيت قبل شوي في عشرات النواب بيأدوا اداء جيد، انا بشهد لك كل مجلس نيابي في عدد من الزملاء يقدمون اداء رائعا وعاليا. صحيح. ولكن في النهايه لانه لا يعقل ان يكون كل مجلس النواب، يعني طبعا من عيوب الديمقراطيه خلينا نسميها انا، انه في النهايه ليس بالضروره الراي الجيد هو الذي ينجح عن التصويت في اغلبيات، وبالتالي يعني بجوز الدكتور ابراهيم يتمنى فكره رائعه وعدد التصويت ما تنجحش، هذا لا يعيب الدكتور ابراهيم. لكن الشغله الثانيه وهي الاهم، تجربه المواطن مع النواب اللي انتخبوهم وبرضه مع الحكومة. خلينا نحكي عن النواب، ننسى الحكومة، بس خلينا بعض النواب أغلقوا هواتفهم أخي أحمد، بعض النواب خلينا نحكي بتجرد بعض النواب، وبالذات النواب الذين وصلوا إلى الكرسي بشراء الأصوات، هذا دفع حق الصوت، ما عنده استعداد يخدم ولا ينتبه ولا يرجع لقاعدته الشعبية، بسوي اللي بده إياه، هذا إذا حضر. وجرة العادة 30% من النواب لا يحضر الاجتماعات، وهناك مشاكل في فقدان النصاب مستمرة. إذن هذا الناظر، أنت أنا انتخبتك عشان تقعد غاد وتقابل الحكومة وتقعد، إذا عملت إشي بضرني تقول وين رايح الحكومة، مش عشان تروح تسافر وتنام بالدار وما تطلع. بس هم هذه المعادلة. طب المواطن اللي قبض هي اللي خلت السمعة. أخي أحمد، المواطن اللي قبض مصاري شو بيقدر يحكي مع النائب؟ ما هو اللي مش اللي بيحكي، مش اللي بيقبض اللي بيحكي، اللي بيحكي لما قبض ايش وما انتخبش. لا هي مشكلتنا، لا اللي قبض يعني اكثر الناس اللي بنتخذوا اداء مجلس النواب. يا سيدي ما هو لا استنى، ما هو هذا حق دستوري، انا من حقي اني انتخب او لا انتخب، هذا حقك، بس هذا بنفس القوة. بس هذه مثل بس اللي بيقبض، احنا لما بكون اللي بيقبض 50 دينار و100 دينار في عندي انا جزء كبير من الشعب لم ينتخب. يعني انا بصراحه مش بقول ما بيحق له يحاسبني او يراقبني، بس يعني ما يشدش يعني في السؤال، لانه هو قصر في حق نفسه. كان ابتداء يجب ان يذهب الى صناديق الاقتراع ويعبر عن رايه ويختار من المرشحين من هو جيد. بس حسب الدستور الاردني اذا انا انتخبت او ما انتخبت انا يحق لي ان احاسب النائب. يحق لك نعم بكلتا الحالتين، ولكن انا بتحدث عن الشخص اللي قبض 50 دينار او 100 دينار او 150، ما بعرف 10 او 20 يا ريت، او 20 ونحن شاهدنا بأم عيننا، يعني في فيديوهات انتشرت. نعم. في فيديوهات انتشرت. طيب هذول شو، هل من حقهم ان ينتقدوا النواب؟ سيدي انت في النهايه انت، طب هذول كثر يعني، مجلس النواب هو الممثل الحقيقي للشعب، بغض النظر انتخب 20% انتخب 50% انتخب 70%، دخل على المجلس بشراء اشواط بلاش. اللي بدي احكي عذرا للكلمه، يعني مجلس النواب هو مرآة الشارع، يعني في عذرا كلمة، في مثلا 10,000 شخص كويسين
اختاروا نائب مميز. في 10,000 أقول لك أخذوا فلوس انتخبوا نائب فلوس، في 10,000 بدي أقول عاديين انتخبوا نائب عادي، في 10,000. فأنت في النهاية عضو الكلمة حسب مرآة الشارع، زي أي قطاع عندك صحفيين، في عندك صحفيين متميزين، عندك صحفيين ضعيفين، عندك صحفيين ماديين، عندك صحفيين وعضو أطباء مهندسين مقاولين، كل القطاعات يعني. كل قطاعات كل قطاعات هي مرآة الشعب في النهاية. مجلس النواب هو مرآة زي وزي الموجودين. ففي عندك مثلا 10% متميزين كثير، عندك 20% جيدين جدا، في عندك 10. في بس كيف كيف مش قادر المواطن الاردني مش قادر يفرزهم؟ يعني مثلا انا بجوز بعرف قاعد بعرف بصفتي كنت نائب سابق بميز قاعد، بس هل المواطن الاردني يستطيع التمييز بين شرائح النواب؟ في عدد طبعا جيد في طبعا عدد طبعا جيد في عدد والله معروفين والله ما فيش مخبى، في عدد شعبنا جيد ذكي والله والله شعبنا ذكي بيعرف. نعم عارفين طبعا بعدين عارفين المادي أخي الكريم المادي. في كل دائرة انتخابية لا بل أنا أجزم أنه بجوز صار معروف حتى اللي في الدوائر الأخرى، أنا بعرف مين بيدفع مين بيدفعش ومين بيستاهل ينجح ومين بيستاهلش ينجح حسب معايير خلينا نقول الأداء. إحنا هاي المجلس السابع عشر يعني أنا وهذه أنا اعتمدت فيها على الهيئة المستقلة وحتى على بجوز على القانون حتى يعني رغم أن القانون يعني موضوع شراء المال الأصوات عفوا اللي هو المال السياسي لم تتدخل الحكومه هاي المره ولا هي المستقله في محاربته رغم انه كان الشراء في الشوارع. اذا هذا الحكي الناس النواب اللي نجحوا بفلوسهم يعني واضحين ومعروفين للجميع، وفي نواب يعني اقول لك والله ما بيستاهل يفوت من قدام مجلس النواب وصار نائب بس لانه دفع فلوس، وفي نواب ادوا اداء رائع في المجلس السابق واللي قبله ما نجحوش. بس انت تتحدث عن الموضوع وكانه فقط المؤثر الوحيد او المؤشر الوحيد على نجاح نائب او غير نائب هو فقط الفلوس 90% اذا مش اكثر. بس في اشياء ثانيه والله يا دكتور في نواب محافظات وعشائر دفعوا اصوات لقرايبهم. طب هل هناك وفي عمان هناك أكثر اسباب اخرى يعني تدخلت في موضوع برايك يعني؟ لا نعلم لا نعلم. في عشائريه كمان في عندك في عندك عشائريه في عندك حزبيه في عندك عباره عن تيارات اخرى تدخلت. انا رايي بعد عمرك اذا اذا طيب هذا احنا بدي الحلقه مش انا بس احنا الان لا بدنا نوصل لنتيجه لنتيجه انه الشعب لن يرضي اي اداء لا لحكومه ولا نواب حتى لو كان هو نفسه النائب. بس بدي طيب. اقول كمان طيب ماشي ماشي. بس الشعب له حق علينا بصراحه يعني صح انه بعض المرات يمكن في اشياء ممكن الزلمه باع صوته ب 20 وهو بيسوى 50 يا سيدي احنا عذرا كنت بدي احكي يعني بدي احكي على الفئه له حق 30 دينار عند النائب. دكتور انا عذرا دكتور ما بدي احكي على الفئه هاي عذرا الشخص بس هاي فئه كبيره هذا انسان عذرا لا دينيا ولا اخلاقيا ولا شيء مقبول منه اللي بيبيع صوته. احنا بنحكي عن الناس المحترمين اللي انتخبوا بشرف ونزاهه هذول بدهم يسوي شيء جيد. نعم. اعتقد من حقهم انهم يشوفوا راقوا مجلس النواب وحددوا اداء وشوف ايش الموضوع. هسه في النقاشات طبعا الان بتعرف الامور الاقتصاديه هي الامور الحاميه بصراحه. انا وين ما بروح حتى بقعد في عزومه في يعني الان انتم امام مفترق طرق يعني عارف دكتور في المواضيع هي اللي حكيت لك اياها على ضريبه الدخل على ضريبه الدخل على التهرب الضريبي وعلى الدعم بالذات موضوع الخبز والدعم للسلع. بتعرف انا كل ما بروح بقعد هذيك مره بفتحوا السيره بغدا والله انا اللي فتحت الموضوع كان قلت لهم يا اخوان الله يمسيكم بالخير في هيك الموضوع شو رايكم كيف حابين الدعم يوصلكم يعني انا بيني وبينك بدي اسمع عن موضوع الدعم كيف كويس. الدعم انتوا خلينا نعطي خمس دقائق على موضوع الدعم يعني فضل. مثلا على موضوع بالنسبه للخبز الان بصراحه في حكي كبير وحكي كثير عن موضوع دعم الخبز بصراحه انا قعدنا مع الحكومه عندها سالتنا بشكل مباشر انه شو الاليه اللي ممكن ان نوصل فيها الدعم وبنفس الوقت يكون فير يكون عادل للجميع. انا بصراحه قعدت هذيك المره بالاسبوع مش الجمعه هي اللي قبلها كان في غداء هيك وكان في مجموعه ناس 40 واحد حتى سألت السؤال هذا قلت لهم ايش في اليه مناسبه لكم انه الدعم يوصلكم كويس فعده افكار. في ناس بقول لك اعطي للموظفين الحكوميين اعطيني فلوس بتعرف انا شفت شريحه معينه في ناس مع رفع الدعم واعطيني فلوس مباشره وفي ناس لا بقول لك خلي لي على الخبز خلينا الاليه على اليه بالنسبه لانك كيف تعوض الناس الاليه ناس بقول لك انه الموظف الحكومي اعطيهم فلوس والآخرين أعطيهم تيارات معينة أعطيهم حسب حطوا مثلا رقم حساب أو شيء معين. في واحد حكى فكرة فواتير الكهرباء مثلا أنه أعطينا على فواتير الكهرباء هاي نقطة جميل. غالبية الناس أنه بقول لك بدل فاتورة الكهرباء 50 دينار قيم منها 20 دينار وهذا الدعم تبعي هاي آلية. الآلية الأخرى اللي عجبتني بصراحة حسيتها منطقية جدا فاتورة الكهرباء والله لطيفة يعني. أه إيه أصلا الفاتورة مدعومة فكرة جيدة هي مدعومة بس أنه كمان يدعم لي على الخبز خذ مني 20 دينار بدك تسحب مني 10 20 دينار. الفكرة الأخرى اللي هي على عبارة عن دفتر العائلة
الفكره انه واحد حتى من القاعدين وخطر عليه قال لي دكتور احنا عندنا 6 مليون اردني بس عندنا عباره عن دفاتر العائله عندنا قول مليون يعني كل ست يقول بدفتر عائلي فيش في واحد اردني معه رقم وطني يا هو يا له الدفتر يا هو جزء من الدفتر طيب. فانت بتعطيه صاحب الدفتر تعطي انت مثلا عندك اربع اولاد بعطيك انت الدعم انا عندي مثلا ولدين العائله طيب يعني نذهب الى مشكله مهمه جدا اللي هي من يستحق هذا الدعم الكل 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 فقير وغني كل واحد اردني معه رقم وطني يستحق الدعم الخبز انا بحكي الخبز انا هي وجهه نظري لانه في النهايه عذرا الكل باكل خبز انت بتاكل خبز والفقير لا انا عذرا انا حدث ب 14 دينار بالسنه تقريبا على حيثيه الخبز انا بحكي انا بحكيش على كل شيء في اشياء معينه لا سنيكرز بده ياكل سنيكرز يروح يدفع مصاري اللي بده يدخن مالبور ومش عارف شو لونه هذا احمر واصفر يا سيدي خليه يدفع ما فيش اللي بده مثلا يدخن سيجار ارفع السيجار بس انا بحكي على الخبز الخبز كل واحد معه رقم وطني يجب ان يدعم لانه في النهايه انت بتشتري خبز وانا بشتري خبز هو الهدف نعرف شو مشكله الخبز انا بصراحه من رئيس الوزراء من الجلسه فجت بارقام الارقام على الوافدين هذا في الرئيس بالله سعادتك انه ايش انه الدعم لكل اردني هذا انا ولهذا طلبت مع امبارح احنا امبارح كنا في لقاء مع معالي وزير الشؤون البرلمانيه والسياسيه كاحزاب أيوة. وكان كلامه انه يعني الدعم الخبز اللي هو زي ما نقول السلعه الاساسيه راح يكون لشريحه معينه راح يكون لشريحه معينه على نظام دعم المشتقات النفطيه هذا امر خطير لا انا وجهه هذا امر خطير لا شوف احنا امس انه يجب ان ياخذ الجميع احنا امس كان عندنا حلقه بخصوص هذا الموضوع تماما وتحدثنا انه الدعم يذهب الى طبقه معينه ل اللي هي شريحة معينة من المجتمع الأردني. دكتور رائد. البترول وبدنا دكتور رائد. أنا لي وجهة نظر. أول شيء هذا الموضوع تم إثارته في حكومة الدكتور عبد المنصور. وأنا كنت مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في حينه وكان الحكي أيام عن رفع الكهرباء وبعدين خشوا على موضوع رفع المشتقات. شو سوت الحكومة؟ هي هذا اللي بخلي الناس ما تآمن بالحكومة ولا تصدقها. شو سوت؟ قالت إذا بزيد سعر البترول عن 100 دولار. ابني دعم لا خمول ما بزيد ما ابني دعم يعني هذا الشرط ليش شو هذا يعني كانوا المواطن بيعرف اصلا كيف زاد ولا ما زاد انت ربطت تسعيرة النفط شهريا بسعر البترول العالمي وحتى هذه عليها ملاحظات طبعا وما في حدا بيعرف كيف بصير التسعيره وليش بزيد ولما انا باجي بقول عالميا نزل النفط طب ليش رفعتوا علينا انتوا رفعتوا علينا قريش بعدين دائما سبحان الله الرفع بالقروش والتنزيل بالفلسات الله اكبر يا من رفع بالقروش والتنزيل بالفلسات ما علينا فيما يتعلق بالخبز أول شيء لا شك أنا مع الحكومة في قراءتها أو في دراستها إنه هنالك هدر للخبز هنالك تهريب زي ما قال معالي وزير الإعلام هنالك حتى رمي والله برمو برتبه في الحاويات بزاد بس أنا بدي أوضح شغلة أول شيء الحديث إخواني عن الرغيف الخبز المدعوم اللي هو أبو 16 قرش خلينا نتفق هاي الآلية يعني إحنا الآن فعليا بنحكي بس عن نوع واحد من الخبز اللي هو الكماج زي ما بسموه بلغة العامية ابو 16 قرش بيصير 32 يعني الكيلو الصغير هذا اصلا مش مدعوم والكعك مش مدعوم والمشروح احنا بنحكي عن الخبز الكبير نحكي عن الخبز الكبير هذا واحد اثنين 32 قرش متوقع لو ان المواطن يضمن ما يلي اول شيء التزام الحكومة بتقديم الدعم المناسب وباستمرار البطل عنده مشكلة بالعكس أنا بقول في ناس راح توفر هذا السلفة لأن مش كل الناس تأخذ خبز كبير ثاني إشي في شرائح كبيرة من المجتمع وبجوز إحنا منهم لما بنروح على المخبز بنشتري الخبز الصغير الخبز الصغير إخواني مش مدعوم مش مدعوم المدعوم الخبز الكبير ليش أول إشي المخابز ما بتوفي معهم إنه يكثر كمية الخبز المدعوم لأنه ما بيوفي معه ما بيربح وثاني إشي بيحتاروا على المواطن بيجي بدل بيعمل له خلينا نقول كيس طحين اللي هو الموحد قاعدين الكبير وزيره ومش عارف شو مخابز الشغل الثاني وهي الاهم احنا اقترحنا على معالي الوزير امبارح بس بايجاز لانه بدنا نطلع فاصل احنا الان مفروض تثبيت بند في الموازنه دوري وثابت موازنه دعم الخبز عشان نضمن ان الحكومه ما تلعب في هذا البند ما تقرب عليه ولا ثاني شيء ضمان اليه واضحه ودقيقه ما حدا عارف عن الدعم انا بقولش على مستحقي انا بايد اخوي ابراهيم على كل مواطن طيب. اردني يحمي رقمه راح نفرد كمان خمس دقائق لهذا الموضوع لانه امس امبارح اعطينا حلقه كامله حول الموضوع هذا ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا نعود إليكم أعزائي المشاهدين مع ضيوفنا الكرام ونتابع حول القوانين التي سيتم يعني مناقشتها في الجلسة الدورة الثانية نعم. عندنا ضريبة الدخل عندنا الإلكتروني موازنة العامة والجرائم الإلكترونية طيب
لنبدأ في موضوع. خلينا نكمل على موضوع الخبز بس. بدنا نعود الخبز دقيقة أو دقيقتين بعد إذنك، لأنه يعني في. بس للسادة المشاهدين لمن يرغب يعني بحوار مكثف حول هذا الموضوع، كنا أمس معكم حول هذا الموضوع، بإمكانكم العودة لليوتيوب والفيسبوك ومشاهدة الحلقة. سيدي الكريم، أول شيء إحنا مواطننا والله إنه واعي. ومتفهم صحيح، وعنده استعداد يضحي أكثر من اللزوم، وعنده استعداد يضحي ويتحمل. لكن في شغلتين، أول شيء فقدان الثقة بالأداء، والآلية اللي اتبعتها الحكومة في دعم المشتقات النفطية، يعني كان الغني يأخذ والفقير ما يأخذش، وكانت بهدلة وصفع الدور وإشعل البريد وإشعل ضريبة الدخل، يعني نشوفوا رياقهم. وإيش بقى أقول لك، بديش هالليرتين ثلاث، بعضني بقى 82 دينار أو زيك، بديش إياهن بس عيش بكرامة. الآن أنا اللي بقوله، يجب على الحكومة إذا إنها مصرة على هذا الأمر، وإذا إحنا يعني بنسلم، يعني راحوا فراغ كل الشعب الأردني. يعني فعليا أول شيء يجب أن تضمن، يجب أن تضمن آلية تحفظ كرامة المواطن. تمام. آلية توزيع الدعم بطريقة تحفظ كرامة المواطن. ثاني شيء يجب أن يتم تجريب الأمر قبل تنفيذه. يعني أنا من الشغلات اللي أنا اقترحتها على الوزير، إنه مثلا بدنا إحنا بشهر واحد نبلش بالموضوع، بشهر 12 بوزع دعم من غير ما أرفع الدعم. من غير مرفع بوزع المصاري، بضمن يا شعب يا أردني قبضته، الكل أخذ، الكل تمام، بس أطمن إنه الآلية سليمة والكل أخذ، الشهر اللي بعديه برفع. أما مش أنا الشهر هذا أرفع. سيد الكريم، بس في نقطة سيد الكريم، الخبز لحم، لحمة المواطن الفقير سيدي، كويس. الخبز، وفي ناس تأكل صباحا مساء ظهرا على الخبز، وهذا الحكي إذا إحنا ما بنشعر فيه، لا أنا بشوفه في عيني في المحطة وفي ماركة وفي الهاشمي وفي القرى وفي الأرياف، في ناس وجبتها الرئيسية الخبز. صحيح. صحيح. فبالتالي إحنا يجب أن نكون حريصين على عدم المساس بهذه القطعة. في ناس بتأكل خبز كثير لأنها بتحب الخبز. يعني مش ضروري يكون وجبة. أنا أتفهم. أنا أتفهم إنه مفهوم الدولة الريعية انتهى. حتى في الخليج أم المصاري انتهى. الآن قاعدين بفرض ضرائب هون وهون وهون. إذا مفهوم الدولة الريعية انتهى. الشعب سيدنا حكى كلمة مهمة جدا هذيك اليوم، قال يجب أن نعتمد على أنفسنا. إذا إحنا بنعتمد على أنفسنا بس بطريقة تحفظ المواطن كرامة. المواطن ليش ما بيستجيب للنداءات الحكومية وللقرارات، وليش عنده امتعاض، وليش عنده إحباط؟ لأنه مش شايف إشي بصب في مصلحته، كله بصب في جيبته. هذا النقطة هاي. إذن يجب أن نضمن، يجب أن نضمن أول إشي. بس ما أنت ما بدك بكرة تدفع تكلف الخزينة مبالغ ضخمة جدا مقابل 14 دينار بتقبضها العيلة. معلش يعني مش معقول كمان بكره نحط مثلا، نحط مثلا 100 دينار عشان خدمات عشان ندفع 14 دينار. معلش الفكرة، الفكره واضحه جدا. دكتور رائد، الفكره واضحه. اول شيء اذا كان لابد مما من هذا الامر، يجب ان يتم اول شيء تعويضه بالفارق الحقيقي والعادل، واثنين يجب توزيعه بطريقه تحفظ كرامه المواطن. انا مع دعم السلعه وليس دعم المواطن، وليس مع دعم السلعه ولا تزيد. يعني عانينا كثيرا من دعم السلعه لانه بيستفيد منها المواطن وغير المواطن. احنا مش اغنى من الخليج، الخليج بدعم مواطنين واحساب الوافدين، احنا مش اغنى منهم، ولكن بيحفظ كرامه المواطن وبيحفظ كرامه الوافد. جميل. هذه النقطه المهمه في هذا الموضوع. انا آلية سليمه وعادله تضمن حفظ كرامه المواطن، وثاني شيء ثقه المواطن بان الحكومه سوف تستمر بهذا الامر، مش سنة سنتين وبعدين تقطعه. طيب شوف رأيك. حب على تعليق صغير. احنا بصراحة مشكلتنا في الخبز ليست مشكلة مادية، باحترام للجميع. انا اعتقد غالبية الناس اللي بيسمحونا بيتفرجوا علينا بيشتروا الخبز الصغير اللي كنا بنحكي عنه، وفي ناس كثير ما عنده مشكلة. مشكلتنا بالخبز برمزية الخبز. بصراحة يعني الناس عبارة عن الخبز هو عبارة عن رمزية. وآخر إشي ممكن بهاي مشكلتنا بصراحة مع الخبز، إن الخبز الناس بتحسوا إنه يعني هذا آخر إشي المفروض الناس إنها تروح عليه، ولكن بصراحة على الأرض الواقع هناك بصراحة في هدر كثير في الخبز، وأعتقد حتى غالبية الناس مدركين للنقطة هاي، بس هاي النقطة ممكن عليها حساسية. ولكن إذا الفكرة حساسة، ليش أنا أشوف بدائل ثانية وأوفر ال 140 مليون اللي بتحكي عن الحكومة تقدر تجيبهم من بدائل ثانية، ليش لأنها تطيح بالخبز؟ أنا ما عندي في مشكلة، بقول لك في المنطق الاقتصادي والعقل بصراحة في هدر في الخبز، وبعدين في دعم مباشر، لأنك إحنا بنحكي الآن موجودين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، ثلث الناس الموجودين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية هم وافدين، فأنت لما تدعم الخبز بتدعم الثلث، فأنت بتدعم مثلا 200 مليون، أنت بتدعم منهم حوالي 70 أو 80 مليون، هذو بروح الوافدين، هسا الفكرة أنت بدك تحول الدعم للمواطن مباشرة، هون النقطة اللي عليها الخلافية، بس هاي نقطة الخبز. أنا بس في نقطة بدي أحكيها للمشاهد الكريم، لأنه أمس ناقشنا هذا الموضوع. المواطن العربي بشكل عام بالشرق الأوسط يستهلك 75 من 70 إلى 75 كيلو بالسنة. المواطن الأردني بيستهلك من 90 إلى 95 كيلو بالسنة. أوكي. فأنت تتحدث جزء منه يذهب هدر.
يعني يروح حذر يعني هذا موضوع الخبز انا حكيتك طيب. هي حكيته طيب ننتقل ولكن ننتقل الفكره بصراحه لازم يصير في كنترول لازم ولكن احنا لا نرغب بيوم من الايام ان تاتي الحكومه وتقول انه احنا وزعنا ال 14 دينار على المواطنين بس كلفتنا 20 مليون هي نعم يعني بكره تجينا الحكومه تقول كلامك صحيح كلفتنا 20 مليون عشان نوفر 100 مليون والله طلعنا كسبانين 80 مليون يضحكوا علينا بطريقه ثانيه لازم يصير في عباره عن دراسه لازم يكون في ثقه ان بحيث الرقم الموجود يتوزع بمصداقيه كامله لان صراحه خايفين انه بعد فتره توزيع المشتقات النفطيه انت بما انك حزبي انت بتعرف انه كمان في 100 الف طن جونا هبة يعني منحة من أمريكا كله بنباع فبالتالي الآن ليش وزارة الصناعة والتجارة منعت ترخيص المخابز ليش لأنه اللي بترخص بأخذ رخصة مخبز ما بيشتغل فيها بروح ببيعها وبيعها بس في شيء والمخابز تحط واضح أقول لك في لوبيات بتستفيد من بس يعني أتمنى على مجلس النواب أنه يعني يتحقق من هذا الموضوع كيف يتم حسبان المنح وكيف يتم يعني أي فيها فيها شوي فيها حكي كثير فيها حكي تنعرف تسعير المشتقات بعدين بنعرف تسعير طيب ننتقل إلى موضوع الآن الضريبة ضريبة نعم ماذا سنفعل بضريبة الدخل ضريبة الدخل الآخر عبارة عن تصريح لرئيس الوزراء رئيس الوزراء هو أكبر سلطة تنفيذية موجود بالبلد يعني بحكي رئيس الوزراء المفروض خلص إنه يكون نهائي كانت الأفكار الرئيسية مع إنه إحنا ما تعودناش بالشكل على هذا أنا نسيت هو رئيس الوزراء عذرا أنا كنائب أنا كنائب وأنا باخذ من رئيس الوزراء تتحدث عن سلطة تنفيذية أنا بتحدث بسلطة تنفيذية بسلطات عندنا سلطة تشريعية عندنا سلطة تنفيذية سلطة بالنسبة التنفيذية رأسه هو رئيس الوزراء فمعه اللي يعني اللي بحكي إحنا ما ضلنا ماشيين وراء لأنه هو المفروض هو بيطبق القانون فالفكرة أنه على لن يتم هناك تغيير على الأفراد أعتقد أنه راح يكون في تغييرات ممكن على البنوك ممكن على الشركات ممكن على المصانع ممكن يكون في تغيير ولكن لغاية هذه اللحظة لا يوجد قانون وصل لمجلس النواب كلها دراسة وكلها كانت أفكار مشاركة بالأفكار بدي أسميها هاي النقطة الموضوع الثاني اللي حكيته من قبل شوي اللي هو بصراحة بده يصير فيه على تهرب الضريبي يعني الرك الآن أو الضغط بصراحة الرئيسي على تهرب الضريبي زي ما حكينا أرقام عالية كثير بصراحة يجب أن نستثمرها يعني أنت بتحكي عذرا خلينا نرجع لك على الموضوع على الضريبي بتحكي عن 1 مليار تهرب ضريبي وعلى الوافدين بدي ارجع شغله يعني بتعرف انا تفاجات من الارقام الموجوده الوافدين اللي بالنسبه للفلوس اللي بيطلعوها الوافدين في الاردن عارف قديش بيصرفوا منها في الاردن 5% 95% من الفلوس بتيجي يتم تحويلها خارج البلد صحيح. هاي تقدر بحوالي مليار ثاني سؤال عندنا ارقام على هذا الموضوع نعم هذا عذرا انا من ثم رئيس الوزراء باخذ الارقام هاي منه من عباره عن دراسات عندهم طبعا رئيس الوزراء عنده كل شيء هاي الارقام منه حكى طيب. من الدخل الموجود يعني اللي بيطلعه بالبلد فقط يصرف داخل البلد طبعا احنا لو شوف دبي الناس بتطلع فلوسها وبتحطها في المكان احنا هون لا بنطلع 95% ماذا يعني هذا الحكي هذا يعني انك باللغة الاقتصاديه انك بتهرب انت حوالي مليار دينار برا انت بتهرب المفروض ان هنا يضلن هون لا كيف بيعيشوا قاعدين السؤال منهم هم الوافدين انت بتشوف كيف المصريين عايشين عذرا يعني بالعمارة بكون ماخذ غرفة فري والكهرباء بكون من بيت الدرج والمية موجود هذا الإنسان أنا بدي أحكي على الحياة العادية والعمارة كل فترة بنزل له واحد شغلة وبرمضان بعطوه دائما هو ما بصرف إشي فعليا الكهرباء والمية والتدفئة كلها أحسن حتى أقول لك حتى اللي بيدفعوهن اللي هي كل سنة اللي هي تصريح العمل بالنسبة لتصريح العمل على رب العمل فينا على رب العمل على رب العمل يعني في العمارة هم اللي بلموا لمة بعطوه كمان إياها فلذلك هو ما بصرف إشي وبأكل أشياء بسيطة بحيث أنه أكبر كمية وحول له هناك فالنقطة هي إذا أنك بتوفر أنت 5% بس يصرف هون يعني في عندنا 95% هذا بده يضيفه مليار ثاني إذا صار في كنترول على المليار الأول والمليار الثاني يا سيدي المليار الأول يعطوه لأبناء الوطن من هنا درجة لك يتم إحلالهم ب لسنا بحاجة لأي مساعدة برا إذا سيطرنا على مليارين هذول أعتقد لأنه إحنا دائما كل سنة مكسورين في نص مليار المليار الأول موازنات سابقة يعني خلينا نحسب كل مليار سنة مليار نحن مكسورين في حبار عبارة عن نص مليار هاي السنة الحكومة تبشر إنه ما في يعني لا في عندك حوالي يقول لك وقفوا المديونية هم وقفوا المديونية وقفوا المديونية نعم قولوا لا هاي السنه من اول مره ما في ضياف ما في اضافه على مديونين والله نعم. ما شاء الله يعني هاي شيء هذا انجاز يعني انجاز يعني والله بدك الصح من 20 سنه ما عمره صار الاشياء يعني لهيك يعني هذا الشيء السبب الحكومه يزيد 20 سنه بالارقام الحكومه صامته اذا هي تعمل بالخفاء بالارقام سيدي يعني الان حسب تصريحات الحكومه وانا مصر انها حسب ارقام الحكومه وتصريحاتها لانه احنا دائما بنشك بارقام الحكومه في 206 مليون تم توفيرهن من موازنة عام 2017 حتى نهاية عام 6 من صرفوش هذا من باب التكشف يعني
الشغله الثانيه حسب تصريحات الحكومه انا بكرر او في مشاريع. الشغله الثانيه اللي انا بحكيها انه نسبه النمو عندنا اخواني احنا عندنا مشكله بنسبه النمو، يعني تعودنا على نسب نمو مرتفعه في السنوات الماضيه، ان تقريبا 5 سنين او 6 سنين في انخفاض ما بتزيد عن 2-2.5%. نعم نعم. الان هذا الحكي ما بيشجع على نمو اقتصادي ولا كذا. الان بتعرفوا انتم نسبه من الدين للناتج المحلي بسطوا مقام. نعم. الان استطاعت الحكومه حسب تصريحاتها ان تمسك الدين، لكن المقام شو اخباره؟ ماشي. فبالتالي نسبه الدين الى الناتج المحلي بحدود 95% وهي نسبه عاليه جدا جدا. نعم نسبه نعم. عاليه جدا. يعني الان بس نحكي هذا بخمس سنين اختلف ترى. 2011 كان بالستينات ترى كان 65%. تخيل خلال 5-6 سنين نطلع 95%. هذه واحنا على ابواب الموازنه. احنا الان رقم كبير. احنا على ابواب الموازنه، موازنه 2018، والان الحكومه قاعده بتعد فيها، ويعني المفروض تقدمها في الدوره العاديه حسب الموعد الدستوري لها. يعني احنا نتامل وكما كنا نطالب دائما انه يعني يتم عمل خلينا نقول هيكله جديده في اعداد الموازنه. طب بس ما تنعمل بالطريقه التقليديه. كويس. بس هناك تصريح لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراوني. نعم. يقول انه بدنا نمشي الموازنه بسرعه، معناش وقت. صحيح يعني ما اسمع لا صدر هذا التصريح من هذا الشكل، انه يرغب بانه يتم السير سريعا بموضوع الموازنه. هل هذا يعكس؟ انا عرضت الكلمه بس خليني اعلق النقطه هاي. انا رئيس الكتل فيها رئيس المجلس. نعم. ما سمعت التصريح ولا انا ابدا. لا بس انا سمعت لحالي. لا ما بعرف والله. انا عذرا. لا 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 عذرا. هذا الموضوع بالذات موضوع، عارف كيف، موضوع حساس هذا. موضوع اللي هي بالنسبه للموازنه يجب ان يكون عباره عن دراسه مستفيضه للموازنه. يمكن اهم مشروع يقدم سنويا للمجلس هو الموازنه، لان انت بتسول بعدين هاي الموازنه. طيب ناخذ كتلتكم انتم شو راح تعملوا بهذا الموضوع بصراحه؟ بايش؟ بالموازنه. كيف راح تدرسوا الموازنه؟ بس تيجي الموازنه راح يصير عليها دراسه. نعم. احنا حتى قانون بالنسبه للضريبه انا سالت في اكثر من شخص انه مثلا شو راح تعملوا عليه، قلت لهم بس يوصلنا القانون الساعه. لانه هذا كله حكي، يعني الحدث هاي كله عباره عن دراسه. هسه في النهايه خلال يمكن شهر، خلال شهر يمكن، هسه مش معروف يجي قانون الضريبه اول شيء ولا يجي الموازنه. بس هذا راح تيجي الموازنه والضريبه راح يجي متاخر، كان ماني غلطان بس ما بعرف لحد شو راح يصير. ولكن اصلا لا يجوز تقديم مشروعين مع بعض. شكرا. ما بقول الاثنين ما مزبوط. واذا اجت الموازنه يجب ان يتم الموازنه كامله بعدين تدخل على القانون الاخر. صحيح. يعني ما بصيرش انك تدخل بقانون مع بعض. فالفكره العامه انه قانون الموازنه احنا بصراحه بدنا نشوفه راح يصير عليه عباره عن، يعني عباره عن دراسه. احنا زي ما سوينا المسلسل الماضي، انا بصراحه شفت واحد خبير اقتصادي، انا قعدت معه وحاول حتى يفهمني انا اياها، وقعدنا مع الكتله وصار في عباره عن جميل شرح جميل عشان نعرف بصراحه وين احنا رايحين باتجاه، وصار عليها بعدين. سيدي الكريم، يعني موضوع الموازنه موضوع مؤلم، لانه اكثر من 80% من الموازنه هي عباره عن مصروفات جاريه بين رواتب واجور وايجارات وخدمه الدين. وبالتالي يعني بيظل عندنا الفرقيه اللي احنا دائما نتعلق فيها اللي هو موضوع الدعم. طب افرض ما جاناش دعم، وهي الان في خلينا نقول بوادر انه بطلت العالم تتعامل. صحيح. العالم يدوم بتصرف على حالها. حتى دول الخليج بقينا نعتمد عليهم الان، يعني مع خلينا نقول اعاده ترتيب المنطقه، وكل واحد عنده ظروفه وعنده مشاكله. يعني بصراحه ما نتاملش منهم كثير. اللي بدي احكي، الأردن دفع ثمن وقفاته الوطنية. صحيح. الأردن دفع ثمن قوميته وعروبيته في استضافة اللاجئين. والعالم دار نظام. طب أما أنا لنا أن نقبل الثمن؟ أما أنا لنا أن نرتاح؟ أما أنا لنا أنه بدنا نعتمد على أنفسنا؟ ماشي، بس عشان أنا أعتمد على نفسي لازم يكون في عندي أرضية. إحنا ما عندنا أرضية أخوان. قانون ضريبة الدخل، يعني خلينا أحكيها بصراحة، وأنا مستشار ضريبي دائما نحكي عن المادة 9 والمادة 11، بنحكي عن الإعفاءات وبنحكي عن الشرائح الضريبية. يا إخواني، قانون ضريبة الدخل مش شرائح وإعفاءات. أصلاً المساس بالإعفاءات أنا بعتبرها جريمة. يجب عدم المساس بالإعفاءات، لأنه ال 24,000 للعائلة بمعدل 2000 دينار شهري، هذه أنا بعتبرها يا دوب مكفي الأسرة، لأنه أبو ال 2000 دينار شهري عنده طلاب جامعة، وعنده إيجارات، وعنده سيارة، وعنده مصاريف يا دوب مكفيته. أنا بقول والشرائح يا اخوان، اذا الدستور نص على تصاعديه الشرائح، انا كيف انا بغفل عن هذه النقطه؟ واذا بعملها كتصاعديه، يعني القانون الحالي بيعطي 10% على اول 12,000 و14% على 12,000 اللي بعديها و7 و20% ما زاد عن ذلك. نعم. يا اخوان الفجوه صغيره. طب في ناس يا اخوان، في ناس دخلوا نص مليون دينار سنوي، لهيك مشكلة سنويين بالتهرب. مشكلة بالتهرب. لا عفوا، انا دكتور ابراهيم انا بحكي بامر اخر. انا بحكي عن التصاعدية، يجب التصاعدية انها توصل لنسبة عالية تطال ذوي الدخل العالي جدا. لانه شو مفهوم ضريبة الدخل دكتور رائد؟ انك انت تاخذ من الغني وتوزع
على الفقير على شكل خدمات مش هيك؟ إعادة توزيع الثروة، هذا المفهوم العالمي لضريبة الدخل. إحنا الآن يجب أن يكون قانون ضريبة الدخل القادم عبارة عن ثورة في القانون وليس عبارة عن معالجة ديكورية على الشراح والإعفاءات. طيب ماذا تقترح؟ أعطينا اقتراحات عملية. أول شيء حتى نخرج عن ما أحد فينا يتحدث أو يتقبل مفهوم التهرب الضريبي. نحن ضد التهرب الضريبي، بس مين بيتهرب؟ هذول اللي بيحكوا عنهم 97% من الشعب اللي بيدفعش ضريبة، اللي هم ذوي الدخل المحدود، ماشي؟ هذول هم بيتهربوا؟ والله ما بيتهربوا. هذا يا أما موظف، يا أما عنده دكانة، يعني يا أما محددة، يا أما كل موظف لا يستطيع أن يتهرب. لكن اللي بيتهربوا أصحاب الدخول العالية. يعني الأمر يجب، يعني واضحة الصورة، واضح. اللي بيتهربوا هم أصحاب الأموال. يا أصحاب الأموال، يعني أصحاب الأموال تاريخيا هم المتنفذين. يعني إحنا المتهرب، يعني ما إحنا بنجيب أصحاب الأموال، إحنا بنجيب ورقة يا سيدي. أي شخص بيطلع فوق 28,000 دينار بالسنة وفوق، هذا اللي بيتهرب. أقل من 28,000 أصلا هذا حقه قانونيا. دكتور إبراهيم، أنا قصدي إنه إحنا لازم نزيد عدد الشرائح، يعني ما نخليها على 3 شرائح، خليها على 5 على 6 شرائح، خلي أول 12,000 مثلا زي ما قالوا على 10%. بس شرائح تصاعدية مش بالعكس. أيوه، شرائح تصاعدية تصل الى 50% للي دخله مليون، شو المانع؟ ما عرف شو قصدي انا؟ يعني 10 15 بيدخلوا مليون، بيقبض نص مليون، كثر خير الله. هذا واحد. الامر الثاني وهو الاهم، موضوع التهرب الضريبي. اخواني، يعني الامر مش صعب. احنا بثقافه مجتمعنا في موضوع الضريبه، موضوع البيع والشراء، ثقافه يعني تاريخيه تعتمد على البيع النقدي والشراء النقدي. احنا ليش لو نلزم المشتري انه البائع عفوا انه يصدر فاتوره سواء اللي بيع سلعه ولا بيقدم خدمه، احنا بنحل نص المشكله. طب خليني اسالك سؤال على هذا الموضوع. نعم. انا دخلي 500 دينار. نعم. دخلي 500 بس 500 دكتور. انا بقول لك يا رجل خليها مستوره اقل من هيك شوي. انا دخلي 500 دينار، بروح بدي اشتري تلفزيون. نعم. بس بدفع ثمن تلفزيون 100 دينار، بدفع 16% عليه ضريبه، شيء. نعم. وانا شخص اخر دخلي 1000 دينار بيشتري نفس التلفزيون ب 500. طيب هل هذا بتعتقد انه عدل هذا؟ لا طبعا، لانه ضريبه المبيعات احنا بنحكي عن ضريبه الدخل. احنا الان بنحكي عن ضريبه المبيعات. هلا في مفهوم بس باوروبا وامريكا عالج الموضوع. لا في مدرستين الان، في مدرستين في عالج الموضوع هذا، انه خفضوا عملوا شرائح حتى على ضريبه المبيعات. لا لا لا، في لا لا بدي احكي لك اياها بطريقه ثانيه. في مدرستين لهذا الموضوع. المدرسه الاولى بتقول انه اللي دخله 500 ما راح يشتري التلفزيون ابو ال 200 ليره، راح يشتري تلفزيون ابو ال 50 ليره او 60 ليره او 100 ليره، ما انا بحكي فور اكزامبل يعني. لكن ابو ال 1000 ليره لا والله بيشتري تلفزيون اغلى، وبالتالي نسبيا ال 16% على 200 دينار مش زي 16% على 500 دينار. سيدي خليني اقول لك، هذا يشتري بما يتناسب مع دخله. لا بس في سيناريو ثاني، انا دخلي 500 بدي اشتري تلفزيون حقه 200 دينار بالتقسيط. نعم. يعني بشتري بدفع 10 دنانير دكتور رائع، 15 دينار الاشياء الصحيه. بقدر اقتصاديا الشخص اللي قادر على التقسيط يجي، معناته في عنده دخل متوقع. ليش عنده دخل متوقع؟ لكن ضريبه المبيعات تثبت عالميا انها الضريبه الاقل عداله. الضريبه الاكثر عداله هي ضريبه الدخل التي تتناسب. احنا هيكله الضرائب عندنا في البلد ثلثين أخي أحمد، هو التقسيط إجى للناس الأغنياء، هو التقسيط إجى للناس الأغنياء، التقسيط إجى للناس معاش مصاري. الآن هذا مضبوط ولا لا؟ قررت خلال الموضوع بلا دعلق الموضوع هذا. بصراحة بالنسبة للضريبة الصحية الموجودة في الاقتصاد هي عبارة عن ضريبة الدخل، وليس ضريبة المبيعات. بالعكس، ضريبة الدخل تعرف كل ما بالنسبة نحكي على قيمة ضريبة الدخل، كل ما كبرت معناته اقتصاد ممتاز. صحيح. معناته إنك في حركة تجارية. صحيح. الناس معها مصاري أكثر، بيدفعوا أكثر، هاي عبارة عن ضريبة الدخل. ليش ما نفوتر الأشياء؟ هذا الاقتراح يا سيدي احنا اللي تبنيناه كقدة وطن، وهذا قدمناه احنا لرئيس الوزراء، قدمنا للكل. كان اقتراحنا كالتالي: بتعالج اجيب فاتوره بشتري الفاتوره بالاردن. احنا في الاردن السوري بنشتري وبنتجوز وبنشتري سياره وبنشتري تلفزيون وبنشتري بدلات وبنشتري كل شيء، ولا حدا باخذ فاتوره. احنا فكرتنا كانت كالتالي: احنا ككتله سيدي اي عمليه شراء يجب ان تكون بفاتوره واحد، وهي الفاتوره يكون عليها رقم ضريبي. انا بشتري منك، انت عندك محل، باخذ منك فاتوره عليها رقم ضريبي. هسه كيف انا بدي اسيطر على الشخص؟ اذا اقول لك اعطيني فاتوره بتقول لي لا، اذا بدك فاتوره ببيعك اياها ب 50، واذا بدون فاتوره ببيعك اياها ب 40. تمام. هذا ما اسيطر عليك انا في اليوم. انا كيف بدي اسيطر؟ بدي اسوي كالتالي على ضريبه الدخل. الان ضريبه الدخل الاعفاء 28,000، 12 في 4,000 بتجي في فواتير. هسه بدي اسوي، بدي اكبرها شوي، بدي احط 18,000 انا 9 9، بدي احط 18,000 وال 10,000 بين 18 و 28. بقول لاي مواطن: هات لي فواتير في ال 10,000 تبعتك،
هسه شو بيسوي هو الشخص؟ بروح بصير يراقب يعني الشخص المقابل. خلنا وصلك الفكرة. قريب من السيستم الأمريكي. عارف أنا بديش أراقب هذا الشخص، ولكن أنا بدي أشتري منك تلفزيون، بقول لك أعطيني فاتورة. إذا ما أعطيتني فاتورة ما بشتري منك. هسه أنت لما تصدر فاتورة إلي وعليها رقم ضريبي آخر السنة بروح تكشف حالك، لأنك إذا ما كشفت حالك ممكن تنسجن. فلذلك أنت بتحط الشخص المواطن يعني هو الذي يراقب. فيها فائدة للمواطن وفي فائدة للدولة. بالعكس فيها لما يشعر المواطن إنه له مصلحة في الفاتورة بصر على الفاتورة. بصير يصر عليها. وبعدين عذرا عارف هاي لمصلحة الناس المتدينين الدخل وعبارة عن متوسطي الدخل، هاي لمصلحتهم الرئيسية كاملة. بالعكس أنت بتروح بالسيطرة على الناس اللي ما يعني عذرا بخبي الفلوس. هو ما بصدق انه هذه دكتور ابراهيم اضافه للي حكيته. شو رايك هذا الكلام بصراحه؟ لا شك انه كلام طيب، وهذا كان احد الطروحات اللي انحكت عندما اقر قانون ضريبه الدخل لعام 2014. لكن احنا لو نتعود ثقافه مجتمعنا في البيع والشراء، انا بقول لا تعتمد على الفاتوره. الان اذا احنا بنلزم البائع على اصدار فاتوره تحت طاقه العقوبه، والان الان بلش ضريبه الدخل تطلع بلاغات انه اللي ببلغ عن واحد حتى الفاتوره البسيطه الالكترونيه اثنين وهو الاهم مسك الحسابات. انا لما بشدد العقوبه على عدم مسك الحسابات انا بلزم كل مكلف وكل بائع وكل مشتري يمسك حسابات رسميه، معناته الحسابات بدها فواتير. الفواتير اول شيء بتحسن ارقام الاقتصاد وتعطينا ارقام حقيقيه للاقتصاد الوطني، ثاني شيء وهو الاهم بتخفف سوق الظل. يا اخوان احنا ذبحنا بالبلد سوق الظل، معظم طيب. الناس تشتري وتبيع بدون فواتير. احنا موضوع طويل بس عمر صغير معنا ثلاث دقائق. خلينا نعرف بعدين في شيء. لا في شيء قبل ما انساها ابراهيم، احنا في عندنا ايش اسمه ضريبه الثروه. في ناس معها ملايين بس مش عارفين منين جابوها. طب انا رائد قاقيش معيش ملايين الله يسلمك، رائد قاقيش خلينا نطلع 1000 دينار شهري، 1000 دينار طب، ولا هو عنده سياره كذا طب، ولا هو عنده فيلا كذا طب، ولا هو عنده كذا. هذا الحكي طب من اجل في مصادر اذا هو بعد تحقق طبعا بعد ما يتحقق من هذا ببين انه في اجا دخل حتى موضوع عشان هيك يعني قصدك زي النظام الامريكي عشان هيك انا استخدمت لفظ هيكله اعاده هيكله قانون ضريبه، عمل ثوره في الافكار المستخدمه في القانون بعدين عذرا بس معليش والاهم من ذلك تطبيق القانون بعداله. هذا بس خلينا على تعليق حتى هذا بتجيب فاتوره انت بتسيطر على حتى الموظفين الموجودين في الضريبه. في موظفين بيلعبوا بتعرف في سمسره فيه. انت اذا بتجيب فاتوره انا معي فواتير وبقدمها ليش اروح لموظف الضريبه خليني اقرار ضريبي لحالي شكرا جزيلا هي ارقامي وانا بطلع فيه فواتير هي ارقامي صحيح. لا بدي فساد ولا بدي اي شيء. اخر شيء اللي بدي احكيه بصراحه مثل ما باخر 30 ثانيه بصراحه يعني احنا ان شاء الله انه يكون الامور ان شاء الله بخير بصراحه بدها تعاون كامل وان شاء الله انه يكون في عباره عن ثقة كاملة بين الجميع من ناحية مواطن ومن ناحية حكومة، ويجب على الحكومة أن تقدم ضمانات لهذه الثقة، وإن شاء الله مجلس النواب إن شاء الله بقدم هذه الضمانات. وأتأمل عليكم تستعينوا بالأستاذ أحمد لأنه فعلا هو مطلع هذا الموضوع. سيدي ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. أنا جاهز. أنا يعني جندي في هذا الوطن سواء كنت في النيابة أو خارجها، وأي يعني طروحات أو أفكار عندي أنا لن أبخل عليها. وعندنا دراسة متخصصة من الحزب سوف تقدم لمجلس النواب إن شاء الله. وهنالك أمور أخرى يعني كثيرة إحنا في الحزب يعني وأنا بتشرف إني يعني في برنامجك الرائع يعني وبمثل خلينا نقول وجهة نظر الأحزاب أو حزبي على القليلة فيما يخص الأداء الحكومي والأداء النيابي وعلاقتنا مع الناس ومعنا إحنا ثقتنا في مجلس النواب مستمرة لن نفقد الثقة في مجلس النواب لأنه هذا مجلسنا اللي بمثلنا الآن إذا أحسنوا نصفق لهم وإذا أساءوا نعاتبهم أشكرك الله يخليك أستاذ أحمد جلودي أستاذ إبراهيم بدور كل المحبة لكم شكرا سعادتكم يعني أتحفتونا بهذا اللقاء الرائع الله يعطيك العافية وأستاذ المشاهدين الكرام كل المحبة مني أنا رائد قاقيش إلى اللقاء شكرا